بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: وأما قبل البعثة فلا حكم متعلق بأحد، إذ لا تكليف حينئذ لانتفاء لازمه من ترتب الثواب والعقاب، بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله وهو العقاب وهو العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف. نحن تكلمنا قبل ذلك على حكم الأشياء ما بعد بعثة الأنبياء، واستدعى الكلام عليها أن نتكلم على حكم الأشياء قبل البعث، فتكلمنا على بعد البعثة وبعد حصول وصدور الأحكام، وذكر فيها الإمام إمام الحرمين ذكر فيها رأيين، ذكر أن الأصل في الأشياء الإباحة، وذكر أن الأصل فيها التحريم، وذكر الشارح أن الراجح والصحيح أنها على التفصيل، إن كانت الأشياء مشتملة على منافع فالأصل في الأشياء الإباحة، وإن اشتملت على مضار فالأصل في الأشياء التحريم. ثم بعد ذلك ذكر استثناء للإمام السبكي، وبعد ذلك قلنا بأن هذا الاستثناء ليس استثناء يعني حقيقيا، ولكنه يعني غير موافق على ما ذكر الإمام تقي الدين السبكي. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على حكم الأشياء بعد بعثة الأنبياء، قبل بعثة الأنبياء، قبل البعثة يعني قبل ما بعث سيدنا رسول الله، ما حكم هذه الأشياء من أقوال وأفعال وإلى آخره، هل فيها حكم شرعي بمعنى يعني يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة من إباحة وندب وكراهة وتحريم ووجوب، وخلاف أولى مندرجة في الكراهة؟ قال: الأشياء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مبعث الأنبياء لا حكم فيها. يعني إيه؟ يعني لا نستطيع أن نكيفها بكيف، لا نستطيع أن نقول إنها واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة أو خلاف الأول. لماذا؟ لأنه لا حكم قبل البعث، يعني لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. لماذا؟ قال: لأنه ربنا سبحانه وتعالى نفى الحكم. كيف نفى الحكم؟ نفى الحكم بانتفاء لازم الحكم. الحكم إيه هو؟ ما يثاب فاعله الواجب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن الثواب والعقاب ديت أوصاف للحكم، مش هي الحكم، دي أوصاف للحكم، دي لوازم للحكم، بمعنى إن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب على تركه، فالثواب والعقاب ليس هو الواجب وإنما هي لوازم الواجب. أمال الواجب بقى إيه؟ الواجب ده اللي احنا عرفناه بتعريف بالحد. امال بقى التعريف بتاع يثاب ويعاقب ده تعريف بالرسم. طب ايه بقى تعريفه بالحد؟ هو الذي يعاقب يذم فاعله مطلقا. قال كده الإمام البيضاوي؟ قال إيه بقى في تعريف الواجب؟ قال: والله الواجب هو ما يذم تاركه ذما مطلقا من كل الوجوب. احنا قلناها بالشرح كمان، يبقى ده تعريف بيقولوا عليه تعريف بالحد، لكن التعريف بالرسم اللي هو بيقول لك يثاب، فأصبح الشاهد يعني
بعيدا عن التعريف، الشاهد أن الثواب والعقاب هي من لوازم الحكم. فلو انتفى اللازم اللي هو الثواب والعقاب انتفى الملزوم. لو انتفى اللازم انتفى الايه؟ الملزوم. لما اقول لك هذا ليس بضاحك، والضحك ده من لوازم الانسان، يبقى اذا نفيت عنه هذا اللازم انتفى عنه كذلك الملزوم، وهو الانسانيه او الحيوانيه الناطقيه. فما يقول لك وما كنا معذبين، اي وكذلك ولا مثيبين، يبقى نفى الثواب ونفى العقاب، فيلزم من نفي الثواب والعقاب نفي حقيقة الواجب وكذلك المحرم. وإذا انتفى الواجب والمحرم من حيث كونهما حكم انتفى كذلك كل الأحكام. ما بيقول وما كنا معذبين ولا مثيبين، يبقى نفى وإيه؟ ما هو إيه اللي فيه ثواب وإيه اللي فيه عقاب؟ الواجب وكذلك الحرام. طب المباح، والمباح دوت لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. طب المندوب، لا ثواب على تركه أو لا عقاب على تركه، وهناك ثواب على فعله، يبقى برضك مع الثواب. طيب المكروه، لا عقاب على فعله معه في خاصة من خاصيات الايه؟ العقاب. قال لك لا عقاب المكروه ما لا ثواب ما لا يعاقب تاركه، ما لا يعاقب فاعله. احنا ما في المكروه لا يعاقب فاعله، جميل، ويثاب تاركه. يبقى في برضك عندي ايه؟ عندي خاصة الثواب. يبقى اقدر اقول ان الثواب هنا دخل فيه لا ثواب ولا عقاب، ما بيقول لك لا ثواب ولا عقاب، يبقى دخل فيه معايا الحرام انتفى، وانتفى معي الواجب، وانتفى معي المكروه، وانتفى معي كذلك المندوب. صار بقى معايا كام؟ معايا المباح اللي هو لا ثواب ولا عقاب، بس لا قائل بالفرق، يعني إلا أنه إذا انتفى في الثلاثة دول، في الأربعة دول هينتفي كمان في المباح. ولذلك هو بيقول لك إيه؟ لا تكليف، لأن التكليف إما طلب وإما إلزام. فلو طلب هيشمل الواجب والحرام والمندوب والمكروه، ولو إلزام الواجب والحرام فقط. طب والمباح، ما هو كذلك إذا انتفى هذا انتفى كذلك المباح، لأنه لا قائل بالفرق. ولذلك قال وأما قبل البعثة، يعني وأما حكم الأشياء قبل البعثة فلا حكم متعلق، فلا حكم متعلق، هذه أول حاجة بيقول لك لا حكم متعلق بأحد من الناس. لحكم إيه؟ يعني لحكم تكليفي. إذ لا تكليف حينئذ، طب ما هو نفي الحكم، لماذا انتفى الحكم؟ انتفى الحكم لأنه قبل البعثة لا تكليف، يعني لا طلب ولا إلزام. لماذا؟ قال لانتفاء لازم الطلب والإلزام. اللي هو إيه اللازم؟ الثواب والعقاب. وإذا انتفى الثواب والعقاب اللي هم من لوازم الحكم انتفى الحكم. لانتفاء لازمه اللي هو لازم الحكم، أو تقدر تقول لازم التكليف. ما هو اللازم؟ هو ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
ده إذا خصناهم بالملفين دول، الواجب والحرام. طب وما الذي جعلنا نقول بأن الثواب والعقاب منتفيان؟ ما الذي جعلنا نقول بأن الثواب والعقاب منتفيان؟ قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده هو نفاه، بيقول لك وما كنا معذبين، يعني لا يصدر منا تعذيب حتى نبعث رسولا، يعني قبل مبعث الرسل العذاب منتفي. طب ما ذكرش الثواب، قال له ما هذا من قبيل الاكتفاء، تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بذكر العقاب عن ذكر الثواب. ليه؟ قال لأن ذكر العقاب ألزم بخلاف الثواب، لأنه قد يثاب الإنسان على ما لا يفعل. ممكن تثاب على شيء لم تفعله، بدليل أنك إذا اجتهد فأخطأ فله أجران، فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وهذا من فعله، وأجر آخر على الإصابة وهذا ليس من فعله. فقد يثاب الإنسان على ما ليس من فعل. الصبي إذا صلى وصام وقام وتعلم وألف الشرع يثاب، مع أنه غير مكلف، فقد يثاب على ما لا يفعل وقد يثاب غير المكلف كالصبي. أما العذاب لا، العذاب أدخل في تعلقه بالتكليف، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه لا عقاب إلا على جريمة. ولذلك شو بيقول لك أهو: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، يعني لا كنا معذبين ولا مثيبين على طريقة الاكتفاء، فاستغنى عن ذكر الثواب. استغناء يعني اكتفاء، استغنى معناه إيه؟ معناه أنه اكتفى بذكر العقاب عن ذكر الثواب، بذكر مقابله اللي هو مقابل الثواب وهو العذاب. طيب السؤال رقم 2: ما هي الفائدة واللطيفة التي جعلته يكتفي بذكر العقاب عن الثواب؟ طب معكس ليه؟ ده السؤال اللي انت عايز تسأله، او اللي مفروض ان انت تسأله، اللي مفروض ايه ان انت تسأله، ولماذا اكتفى بذكر العقاب عن ذكر الثواب ولم يكتفي بذكر الثواب عن ذكر العقاب، مع انه قال ولا مثيبين، ده فيها بشاشة، ولا معذبين يعني فيها عقاب، فلما اكتفى؟ قال لأنه أظهر في تحقق معنى التكليف، أظهر يعني إيه؟ يعني أكثر ظهورا، أظهر أفعل تفضيل، يعني هو أكثر ظهورا في تعلقه بالتكليف من ذكر الثواب، لأن الثواب قد يرتبط بغير التكليف، وأما العقاب فلا يرتبط إلا بالتكليف، بدليل الصبي يثاب وهو ليس بمكلف، والشخص يجتهد ويصيب ويكافأ على إصابته، والإصابة بفعل الله وليست من فعل البشر. كتاب حلو، شوف حتى كمان يعني فيه، يعني فيه كده روابط عقلية، سلسلة عقلية، وكأنهم يجيبوا عن أشياء من شأن الذهن أن يسأل عنها. وليه ذكر العقاب وما ذكرش الثواب؟ ليه اكتفى بهذا عن ذاك؟ تشوف الناس اللي بتفكر في معاني كلام الله، شوف العمق، شوف التأمل،
قال لأنه أكثر أظهر في تحقق معنى الثواب، معنى التكليف. وإنما كان العقاب أظهر في تحقق معنى التكليف لكونه لا يكون إلا عن ترك شيء ملزم به من فعل أو ترك. شفت بقى يعني إيه؟ قالك لا، ده العقاب لا يكون إلا في مقابل إنك أنت تركت شيء أمرت به أو فعلت شيء نهيت عنه. فالعقاب لابد أن يكون في مقابلة الجريمة وهي المخالفة. ما فيش عقاب إلا في مقابلة مخالفة، ده هكذا. طيب والثواب؟ لا، الثواب قد يكون فيما لا تلزم أنت بفعله ولا بتركه، فصار العقاب يعني متعلق تعلق شديد ولا ينفصل بقضية ترك الملزم به أو فعل الملزم بتركه، بخلاف الثواب فليس كالعقاب في هذا. وضربنا على ذلك مثال، والثواب قد يكون على فعل ملزم به وعلى فعل غير ملزم به، صح؟ وضربنا لذلك مثال، حضرتك صليت صلاة العصر الواجبة، هتثاب عليها ليه؟ لأنني قد فعلت فعلا ملزما به، فأثبت من أجل أنني فعلت فعلا ملزما به. طب والولد الصغير ابنك لما صام أثيب أو لا؟ لا أثيب، مع أنه لم يكن ملزم بهذا الفعل. فالثواب يكون في مقابلة الملزم به وغير الملزم به، وأما العقاب لا، العقاب لا يكون إلا في مقابلة جريمة. فهمنا؟ حلو. وحكمت المعتزلة، حكمت يعني إيه؟ يعني جعلت المعتزلة العقل، حكمت بمعنى يعني صيرت العقل حاكما. إيه ده؟ يعني صيرت العقل حاكم؟ ده معناه؟ أنا أظن لا، ما أظنش كده. هتلاقي حتى المحلي هي دي عبارته، ولكن العطار أصلح العبارة. الحكمت ليس معناها أنها جعلت وصيرت العقل حاكم في الأفعال، لأن الحاكم هو الله. نحن والمعتزلة مقران بأن الحاكم هو الله ولا حاكم سواه. ده لو المعتزلة قالت بأن العقل صار حاكما بينشئ الأحكام تحريما لكفر، لكنهم لم يقولوا هذا، بل قالوا نحن وهم، الله هو، الله هو الحاكم. أمال الخلاف في إيه؟ الخلاف في الطريق إلى معرفة الحكم. المعتزلة يقولون العقل والشرع يظهران الأحكام في الأفعال التي شرعها الله وأنشأها المولى سبحانه وتعالى، ونحن نقول الشرع هو الذي نعرف به الأحكام. هم قالوا العقل درجة من درجات معرفة الأحكام، والشرع درجة من درجات معرفة الأحكام، وأما نحن فقلنا لا، الشرع فقط هو الذي من خلاله نعرف الأحكام، والعقل ليس طريقا لمعرفة الأحكام. ولذلك العبارة وحكمت بمعنى يعني فيها نوع من التثقيل، حكمت يعني صيرت، هي العبارة كده صح، صيرت العقل حاكما. لا، العقل مش حاكم، ده العقل طريق في معرفة الحكم. الأشاعرة يقولون لا، العقل ليس طريقا في معرفة الحكم. وحكمت العقل المعتزلة العقل في الأفعال، فما قضى به، شوف بقى ده يعتبر تفسير لهذا لما سبق، فما يعني فالحكم الذي حكم به العقل في شيء منها
فأمر حكمه ظاهر. يعني لو العقل اطلع على الحكم بخاصية في الحكم من وجود مصلحة أو من وجود منفعة فإن الأمر كما فهم العقل، لأن العقل يطلع على المصلحة اللي في الفعل تبقى مصلحة راجحة، العقل يقول واجب، تبقى مصلحة مرجوحة، العقل يقول مندوب، تبقى مفسدة راجحة، العقل يقول حرام، تبقى مصلحة مرجوحة، العقل يقول مفسدة راجحة، العقل يقول ده حرام، مفسدة مرجوحة، العقل يقول مكروه. ما لم يطلع فيه لا على مصلحة ولا مفسدة يقول ده مباح. فإن اطلع العقل على ما في الفعل من منافع ومضار مع رجحان أو مع عدم رجحان فأمر قضائه ظاهر. يعني يعني ما اشتمل على مصلحة راجحة فهو واجب، أو مرجوحة فهو مندوب، أو مفسدة راجحة فهو حرام، أو مفسدة مرجوحة فهو مكروه، أو لم يطلع على شيء فيها قال لا ده ما فيهاش لا مصلحة ولا منفعة خلاص يبقى مباح. طب يا عم العقل عرفت؟ عرفت. طب والأشعرة بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، عندنا من الأدلة ما ينقض ما تقوله المعتزلة. فإن لم يقضي فثالث، يعني لم يدرك ثبوت ذلك، ما عرفش ارتج عليه، ما أدركش في الفعل شيء، بخلاف ما إذا أدرك أنه لا ثواب لا مصلحة ولا مضرة فيه لقضية، لكن لم يدرك شيء فيه. يبقى في فرق ما بين أدرك عدم المنفعة وعدم المفسدة، ده يبقى مباح لأنه أدرك، أما لم يدرك مطلقا فيه شيئا يبقى هذا فيه ثلاثة أقوال. قال فثالث، فثالث أقوالهم فيه الوقف عن الحظر والإباحة. ثالث دي عبارة المحل بالمل، ثالث يعني في ثلاثة أقوال، والثلاثة أقوال مفهومة من الوقف، لأن منهم من قال إذا لم يدرك شيئا فيه فالفعل يكون مباح، ومنهم من قال إذا لم يدرك فيه شيئا فالفعل يكون محظورا، ومنهم من قال إذا لم يدرك فيه شيئا لا محظور ولا مباح بل نقف عند الأمر، يعني لا نقول بأنه حرام ولا نقول بأنه مباح. أمال هنقول إيه؟ هنقول موقوف فيه الوقف، لا لم ندر فيه شيء. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك انطلق أو انتقل يتكلم عن مبدأ من مبادئ الأحكام ودليلا من أدلتها وهو الاستصحاب. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، الأصل اللي هو العدم، أستصحبه يعني إيه؟ يعني أجعله صاحبا لي يسير معي. قال استصحاب العدم الأصلي، العدم المنسوب إلى الأصل، لا ده الأصلي، الأصل هنا إيه؟ قال لك أي العدم المنسوب إلى الأصل، العدم الأصلي يعني العدم المنسوب إلى الأصل. وعرفه في جمع الجوامع بانتفاء ما نفاه العقل أي لم يدرك وجوده، لا أنه أحاله، هو لم يدرك وجوده
مش معنى لم يدرك وجود أنه هو أحال، لا، ده معنى أنه لم يطلع عليه، لا بمعنى أنه أحال، لأنه لو أحال يبقى حكم عليه، لكن هو ما حكمش عليه أصلا. قال انتفاء ما نفاه العقل، أي لم يدرك وجوده، لا أنه أدركه فأحاله ولم يثبته الشرع عند عدم الدليل الشرعي. أيضا رب يسأل ذلك ما تقلوش، عند عدم الدليل الشرعي. هو بيقول لك أي العدم الأصلي، عند عدم الدليل الشرعي. طيب، أي عند عدم الدليل الشرعي على ذلك الشيء، يعني أنا ما لقيتش دليل على صيام يوم أول رجب. بقول لك هو صيام أول رجب واجب؟ تقول لي لا. إيه الدليل بقى؟ أقول لك العدم الأصلي. إيه هو بقى العدم؟ إن هو ما جاش دليل في الشرع يدل على وجوبه، فأنا بستصحب العدم اللي هو عدم الوجوب، ويستمر معي هذا العدم إلى ما شاء الله. ليه؟ قال لأن أنا ما عنديش دليل، ده ما فيهوش دليل، فأنا بقول له لغير واجب، وبستند في عدم الوجوب إلى استصحاب الأصل، هو استصحاب العدم الأصلي، العدم المنسوب إلى الأصل، إن الأصل في الأشياء عدم الوجوب. بأن لم يجده، يعني هذا تصوير، يعني صورته هذا العدم، بأن لم يجده، يعني لم يجد الحكم المجتهد، بأن لم يجد المجتهد الحكم بعد البحث. مين اللي يجد يا مشايخ؟ المجتهد، مش أي حد. بأن لم يجده المجتهد بعد البحث، البحث يعني التقليب في مصادر الأدلة، عنه أي عن هذا الدليل الذي نفهم منه ونستنبط منه الحكم، بقدر الطاقة، بقدر طاقته، طاقته يعني إيه؟ يعني قدراته، يعني بقدر طاقته. يفيد إيه يا مولانا؟ يفيد إن العبرة بظن الفقيه لا بالواقع ونفس الأمر. ابحث إلى أن تظن أنك عاجز عن المزيد، لكن قد يبحث غيرك ويطلع ويجد، ومن وجد حج على من لم يجد، كأن لم يجد دليلا، يعني لم يجد دليلا شرعيا على المسألة المطلوب أو المسؤول عنها، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب. يعني هو تسأل في صوم رجب، جه سألوا كده وقالوا له ما حكم صيام شهر رجب، هل هو واجب؟ قال طب اما اروح ابحث، انا عندي مصادر ايه؟ الكتاب والسنه والاجماع والقياس. يعني بيبحث في مصادر، فبحث في كل هذه المصادر لم يجد دليلا يدل على وجوب الحكم، فرجع وقال له غير واجب. قال له يا مولانا وهو ايه الدليل؟ قال له العدم الاصلي. ما هو الوهابي كده، بس مش هيقول يا مولانا، هيقول يا أخي. ما الدليل يا أخي؟ هيقول له العدم الأصلي. إيه العدم الأصلي دي؟ هي آية في كتاب الله العدم الأصلي؟ ما هو مشكلته إنه هو متصور إن دي يعني ما فيش غير المصادر المرئية. طب ما هو دليل أهو من الأدلة، بس برضك مستند إلى الكتاب، بس الكتاب نفاه، مش موجود يعني. فقالوا طيب أنا دورت في كل النصوص ولم أجد ما يدل على الوجوب، فأنا بستصحب عدم الوجوب في مثل هذه الحالة، يعني هو غير واجب.
بقدر طاقتي فيقول لا يجب، اللي هو لا يجب صيام شهر رجب. بإيه يا مولانا؟ قال باستصحابي، يعني بسببي، بسبب استصحابي الحال اللي هو العدم الأصلي، إن أنا بستصحبه في مثل هذه الحالة، أي العدم الأصلي، وهو حجة جزما كذا حكاه بعضهم. قال كده، قال ده جزما، ده بلا خلاف بين أحد، ومنهم من حكى الخلاف، يعني ومن العلماء من حكى الخلاف في هذه المسألة. ولهذا عبر التاج السبكي وقال والجمهور على العمل. شوف بقى العبارة الجميلة، قال لك والجمهور على العمل بهذا النوع من الأدلة. ولهذا دعا بعضهم فيه الاتفاق. انتهى كلام التاج السبكي. وهنا في فائدة، قد يكون المنفي المستفاد من الاستصحاب قطعيا، يعني مقطوع به، كما في مسألتنا لما سئل عن صوم رجب قال ده قطعا غير واجب، لأن أنا بحثت في الأدلة ولقيت الأدلة لا تشير إلى وجوبه، وما دام الأدلة ما بتشيرش إلى وجوبه يبقى مش واجب كالمذكور. فإنه لما انتفى، لما انتفى الاحتمال في ذلك كان مقطوعا به، لان ما فيش احتمال، لان في دليل يقول ولو من بعيد ان هو واجب، ما فيش احتمال لوجوبه. وقد يستفاد منه الظن، يعني الظن قد يستفاد من العدم الاصلي، وقد يستفاد اليقين من العدم الاصلي. بسبب ايه؟ بسبب النظر في الادله. الادله ما فيهاش احتمال ولو احتمال ضئيل جدا لوجوبه، فيبقى احنا استفدنا العدم الاصل من هذه الادله استفاده مقطوعه بها. طب لو احنا غلب على ظننا انه ما فيش، لكن قد يكون احتمال، يبقى ده ايه؟ يبقى استفدنا منه الظن. وقد يستفاد منه الظن كما اذا تطرق اليه الاحتمال، مثل انتفاء وجوب صلاة الوتر. انتفاء وجوب صلاة الوتر، لأن الشافعي يقول لك والله أنا بحثت في الأدلة فلم أجد إن في دليل من الأدلة بيقول بإن الوتر واجب، فالوتر ليس واجبا استصحابا للعدم الأصل، بس ممكن بعض الأدلة ترشد إلى هذا وهو لم يطلع عليها، فيكون استفدت لهذا استفادة ظنية لاحتمال الناقل من العدم، والأول لا يحتمل والثاني يحتمل، القطعي لا يحتمل، بحث لا يحتمل أن هناك يعني ما يوجب صيام صوم رجب، والثاني احتمال، احتمال يبقى فيه دليل، وهذا يعرفه المجتهد من خلال الصنعة. ومن الاستصحاب العمل بالعموم، العمل بالعموم إلى حين ورود المخصص، لأن الأصل عدم المخصص. قال والله اللفظ ده عام، طب مش كل عام ممكن يبقى مخصص؟ قال له بس الأصل عدم ورود المخصص، فأنا هعمل بهذا النص العام إلى ورود المخصص، هستصحب العموم والاستغراق والشمول إلى حين المخصص، أو النص وهعمل بهذا النص إلى أن يرد النسخ. قال ومن الاستصحاب العمل بالعموم، يعني يعمل بالعموم إلى أن يرد المخصص استصحابا للعموم، أو النص يعمل بالنص إلى أن يرد النسخ إلى ورود المغير من مخصص أو ناسخ، وهو حجة جزما، ده حجة يا مشايخ بالاتفاق. وخالف ابن سراج في العمل بالعام قبل البحث
عن مخصص. ابن سريج بيقول لا، أنا لن أعمل بالعام إلا بعد أن أبحث عن مخصص. بحثت عن مخصص ولم أجد، يبقى أعمل بالعام. لكن الجمهور بيقولوا له إيه؟ لا، إحنا ابتداء هنعمل بالعام، فإن وجدنا مخصصا بعد ذلك خصصناه. هنعمل بالنص، فإن وجدنا بعد ذلك مع الدراسة والبحث وجدنا ناسخا عملنا به. ولذلك قال: وخالف ابن سريج في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. وقال ابن السمعاني في العمل: لا يسمى هذا استصحابا، لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ. لأن ابن السمعاني بيقول لا، ده الاستصحاب بيبقى حالة مش لفظ. يعني حالة، يعني كما سبق ظللنا نبحث عن نص عن نص، يعني نجد فيه وجوب صوم شهر رجب، ما وجدناش، فاستفدنا عدم الوجوب صوم رجب منين؟ من ان مفيش في النصوص ما يدل على الوجوب، بس مش لفظ، دي حالة. لكن قالوا لا، ده هنا الدليل دل بلفظه على شمول كل الأفراد، الدليل دل بنفسه على ثبوت الحكم في مورد النص، فالحكم حصل باللفظ ولم يحصل به الاستصحاب، لأن الاستصحاب ده حالة مش لفظ. يعني ايه حالة؟ يعني ما فيش نصوص تدل على الوجوب. ولذلك قال لك وقال ابن السمعاني: وهذا لا يسمى استصحاب، فالحكم مستند إلى الدليل لا إلى الاستصحاب. قال إمام الحرمين: وإن سمى مسمي هذا استصحابا لم يناقش. يعني إيه لم يناقش؟ يعني هي عبارة عن تسمية لفظية ولا مشاحتة في الاصطلاح. انت هتسميه لفظي وانا هسميه شيء تاني. وان سمى مسم هذا استصحاب، سمي يا سيدي العمل بالعموم استصحاب، هيختلف؟ ما تسموش استصحاب وسميه العمل بالنص في مورد العموم، سميه زي ما تسميه، لكن هل هو معمول به او ليس معمولا به؟ هو معمول به على كلا الحالتين، من قال بأنه لفظ ومن قال بأنه استصحاب هو حجة في الحالين. فالتسمية زي ما انتم شايفين كده، الخلاف خلاف ايه؟ خلاف لفظي. ده كلام إمام الحرمين. وطبعا ومن العموم، طب يلا عشان في كلام كثير. واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، أي ثبوت ذلك الحكم، لوجود سبب ذلك الحكم، يبقى استصحاب. زي بالظبط كده الموبايل ده بتاع مين؟ ده بتاعي. ليه؟ قال والله لأن أنا اشتريته، فأستصحب حكم الشراء إلى أن يأتي مغير. يبقى هنا ده إيه؟ ده حكم اللي هو ثبوت الملكية، دل الشرع على أنه ثابت بسبب البيع والشراء، لوجود سبب اللي هو البيع والشراء. فاستصحبت أنا هذا إلى أن يأتي مغير، يعني استصحبت ملكيتي لهذا التليفون، ملكيتي لهذا القلم، ملكيتي لهذا الكتاب، بسبب أن سبب هذا الملك قد ثبت وهو البيع والشراء،
أو الهبة أو الوقف أو الوصية أو الإجارة أو إلى آخره. قال: واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء. يعني أنا مالك للتليفون بسبب الشراء، فالشارع أثبت ملكيتي للتليفون بسبب وجود الملك وهو الشراء. طب أنا اقترضت منك 10,000 رنجت، جميل، وظللت هكذا، يبقى الذمة قد شغلت، صح؟ يبقى الأصل استمرار شغل الذمة إلى أن يأتي ما يدل على القضاء. ولذلك لما حضرتك تيجي تدعي عليا وتقول لي أنا أعطيتك يعني بدل القرض سددت الدين اللي علي، وقول لك لا ما حصلش وما مدتكش بينة على هذا وانت معكش بينة، يبقى يستمر هذا لأن حكم ثبت وهو الاقتراض ولم يأتي ما يغير هذا، يبقى ده استصحاب إيه؟ استصحاب حكم وهو شغل الذمة وهو ثبوت الملك بسبب وجود السبب وهو الاقتراض، أو بسبب وجود السبب وهو الشراء أو إتلاف. رحت أنا مكسر لك الكوباية عمدا مثلا يعني وجب عليك البدل، وجب عليك المثل لأن الكوبايات دي مثلية، أو كوبايات معمولة بطريقة خاصة جدا ما حدش يعرف يعملها كتير، يبقى قيمة مثلا يعني، يبقى ثبت الإتلاف في ذمتك واستصحبنا هذا الإتلاف إلى أن يأتي ما يدل على قضاء هذا الدين الذي في ذمتك. قال: وشغل الذمة عن قرض، يبقى ذمتك اتشغلت بسبب القرض أو ذمتك شغلت بسبب إتلاف شيء إذا لم يعرف وفاء، يعني ويستمر ذلك الاستصحاب إلى أن يعرف الوفاء. معروفش الوفاء يبقى لسه ذمتك مجهول والملك بتاعك كما هو وهو حجة مطلقا، يعني لأنه بعد كده هيذكر بقى إن في تفصيل إما في الرفع وإما في الدفع وإما في الدفع دون الرفع وإما في الرفع دون الدفع. مطلقا يعني إيه؟ يعني عما يأتي ذكره من كونه في الدفع والرفع، أو وسواء عارضه ظاهر أو لم يعارضه ظاهر. يبقى التليفون ده ملكي لأنه سبب، ثبت سبب الملكية وهو الشراء فأستصحب ملكياتي لهذا التليفون، بس كده. حلو، ذمتك شغلت بالعشر تلاف رنجت فأستصحب شغل الذمة إلى أن يأتي الوفاء. كسرت الكوباية المثلية فشغلت ذمتك بإحضار مثله فيظل ذلك مستمرا إلى الوفاء. وقيل وقيل يبقى هو حجة مطلقة، فلما تشوف معايا التليفون ده تليفوني ملكي لأنه سبب ثبت سبب الملكية وهو الشراء فأنا مستصحب الملكية، والملكية دي ثبوتها ليه ده حكم. وقيل في الدفع، يعني إيه في الدفع؟ يعني هو حجة، هو حجة في الدفع دون الرفع. أما يجي حد يريد التليفون يقول له لا يا حبيبي التليفون ده بتاعي أدفع ملكيتك عنه، يبقى حجة في إيه؟ في الدفع. لما يجي حد عايز أقول له لا ده أنا مستصحب الأصل، مستصحب الملكية وهذه الملكية تدفع عني سطوة الذين يريدون أخذ التليفون. يعني إيه؟ يعني يا مولانا بقاء ملكيتي
للموبايل مستمرة، يبقى ده اسمه دفع. دفع يعني ايه؟ يعني يبقي الملكية. والرفع اثبات امر لم يكن، يبقى دفع معناه يا مشايخ، اصل الدفع ده استمرار للموجود، والرفع ده يعني ايه؟ انه اثبت شيئا لم يكن، يبقى هو حجة في استمرار الموجود، وهو حجة كذلك على المذهب الأول في إثبات أمر لم يكن. طيب يبقى هو حجة فين؟ حجة في استمرار الملكية، مش حجة في نفي الملكية. قال وقيل هو في الرفع في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت. عبارة سهلة، دفع أو دفع عما ثبت، يعني دفع يا مولانا للموجود، مش الملكية يا أولاد موجودة؟ الملكية موجودة، يبقى هو حجة فين؟ حجة في إبقاء ما كان على ما كان. يبقى دفع يعني أنه حجة في إبقاء ما كان على ما كان. رفع يعني إيه؟ يعني في إثبات أمر لم يكن، يبقى ما ينفعش في الاستصحاب. قال وقيل في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت. طب نضرب مثال، يلا نخبط المثال ده. حياة المفقود، نفس المثال اللي فات، هو ماله المفقود؟ المفقود ده واحد سافر العراق على سبيل المثال في هذه الأيام لما كان فيها داعش، وانقطع خبره سنوات، شيء غريب، فقد قبل الحكم بموته، قبل الحكم يا مشايخ بموته. طب ايه اللي حاصل؟ يا ترى المفقود اللي هو فقده ده دافع للإرث عنه، يعني حياة المفقود تدفع الإرث عنه أو دفعه، ليه؟ لأن احنا قلنا يعني الدفع معناه إبقاء ما كان على ما كان، يعني ستبقى حياة المفقود على استمرارها، وحينئذ يصلح ان هو يدفع الإرث عنه، يعني حياة المفقود تستصحب فتدفع من يريدون ان يرثوا منه. يبقى دي ايه؟ اهو، وليس برفع. يبقى هي حجة فين؟ حجة في الدفع، وليست حجة في الرفع، ما بتثبتلوش، ما بتثبتلوش ايه؟ ما بتثبتلوش ميراث. يبقى هي تدفع ان يرث منه احد، ولا تثبت هذه الحياة له إرث من أحد، يبقى هي حجة في الدفع، دفعت أن يرث منه أحد، وليست حجة في الرفع إن هو تثبت له ميراثا لم يكن.
يبقى هي ما بتثبتلوش حكم جديد اللي هو ان حد مات من قرايبه وهو هيورثه، لا، بس بتثبت له يعني دفعا لمن يريد ان يرث منه. يبقى حجه فين؟ حجه في الدفع وليس حجه في الرفع. يعني ايه الرفع؟ لما ثبت، يعني ما بتخلوش يورث من حد، بس بتخليه ما يتورثي، تدفع عنه الإرث ولا تثبت له إرثا. طيب ليه؟ قالوا لأنه شك، مشكوك في حياته، وليس برفع لعدم إرثه من غيره للشك في حياته، فلا يثبت الاستصحاب له ملكا جديدا. شو لا يثبت الاستصحاب ملك جديد. امال بيثبت الاستصحاب ايه؟ لا، الاستصحاب دوت عباره عن دفع، يدفع عنه ان يرث منه احد شيئا. وقيل يشترط الا يعارضه ظاهر مطلقا، يشترط ألا يعارضه اللي هو استصحاب هذا اللي هو استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته. قال يشترط في كونه حجة ألا يعارضه ظاهر. أنا عندي في حاجة اسمه أصل وعندي في حاجة اسمه ظاهر مطلقا، سواء كان ظاهر غالب أم ظاهر ليس له غالب، ده مطلقا، يعني مطلقا عن الأغلبية وغيرها. صورة الظاهر شك بعد الصلاة في ترك فرض منها، بعد الصلاة شك في الفاتحة، أقول والله لا يؤثر، هذا الشك لا يؤثر. ليه؟ قال والله لأن أنا عندي ظاهر، مع إنه خلي بالك ده لو شكيت كان مفروض إيه اللي يحصل؟ اللي مفروض اللي يحصل كأنك ما جبتهاش، شكيت في الفتحة كأنك ما جبتهاش، واجب عليك حينئذ ان تصلي من جديد لان الاصل عدم الاتيان به. قالوا بس هذا عارضه ظاهر، ما انت بتقول يعمل بالاصل يبقى يعمل بالاصل حيث لم يعارضه ظاهر. طب لو عارضه ظاهر يبقى لا يعمل بالاصل. مثل ايه؟ ما هي صورة معارضة الظاهر له الذي جعلنا نتركه؟ قال بالضبط كده زي الصلاة، حضرتك صليت، السلام عليكم السلام عليكم، ثم بعد ذلك شكيت في ترك فرض من فروض الصلاة غير تكبيرة الإحرام، فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل لو الأصل هنمشي مع الأصل، يبقى الأصل يقول لك إيه؟ يقول لك لا، الأصل عدم الإتيان، وعليك حينئذ أن تأتي بالصلاة مرة ثانية. بس هناك ظاهر، إيه هو الظاهر؟ أن الأصل في العبادات الصحة، أن العبادات ينحى بها منحى الصحة، لأن الظاهرة جريانها على الصحة، وإن كان الأصل عدم الإتيان يبقى يشترط ألا يعارضه، ده مذهبه. وقيل هو حجة بشرط، هو حجة بشرط أن لا يعارضه، أن لا يعارضه ظاهر. فإن عارضه ظاهر مطلقا فلا يعمل بالاستصحاب،
ومنه اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد. أجنة اشتريت من محمد عبد الرؤوف سيارة، أقول له بس احنا يا شيخ محمد يعني لم نقل الصيغة، بيقول لنا دار الإفتاء كده، يبقى اتجوزوا وهي تقول له خلي بالك انت ما قلتش الصيغة في النكاح، يقول لها يا أولاد اتقي الله، يا أولاد يعني يا امرأة ده أنا قايل الصيغة، فاكرة لما قلت لك زوجيني نفسك؟ قالت له لا انت ما قلتش، الله يدي حيلك. ازاي ده احنا متعاقدين؟ فلو هنقول الاصل ايه؟ عدم الاتيان بايه؟ بالصيغ. بس في اصل، في ظاهر، هذا الظاهر يقدم على الاصل مطلقا، يقدم هنا على الاصل فيما اذا تعارض الاصل والايه مشايخ الاصل والظاهر، هيقدم الظاهر على الاصل، لان الظاهر من حال العقود انها تتم وتحصل على الصحه. ولذلك اختلاف المتعاقدين في الصحه والفساد، والقول لمدعي الصحه الا لدليل. مين اللي بيقول ان العقد صحيح؟ الزوج. هقول له ايه؟ هقول له لا العقد عندك صحيح، بس ده بتقول يا مولانا ده ان هو ما عقدش، ما قالش الصيغه. هنقول لها اه كلام سليم، وتقول لي لا خلي بالك الاصل عدم الاتيان بالصيغه، اقول لها صح، ولكن انا عندي قاعده بتقول ان الاستصحاب لا يعمل به اذا عارضه ظاهر، وهذا عارضه ظاهر، وهو ان الاصل في العقود او ان العقود انما تجري وتسير وتتم على الصحة، ده كده الأصل في العقود الصحة. فهقول لك لا العقد صحيح وبيمشوا عندنا وبرضك ما بيقتنعوش، اللي هي المرأة. وأما الرجل بيقول الحمد لله أما أروح بقى. فبيقول لك والقول لمدعي الصحة على الأظهر، لأن الظاهرة في من العقود أن تجري بقى الحاصلة بين المسلمين أن تكون صحيحة، وإن كان الأصل عدم الصح، بس أنا مش هعمل هنا بالإيه؟ بالاستصحاب. ليه؟ لأن عارضه ظاهر، سواء كان الظاهر ده غالب أو ليس غالبا، وهذا الرأي أعم من الرأي الذي بعده، أعم مما بعده. قال وقيل ظاهر غالب، يعني يا مشايخ يعني هو تكتبوا كده، هو حجة بشرط أن لا يعارضه، لأن كل ده هتلاقي عندك في المحل، ظاهر غالب. الظاهر عندي غالب شائع وذائع، وعندي ظاهر غير غالب، فإن عارض الأصل ظاهر غالب لم يعمل بالأصل. طب وإن عارضه، وإن لم يعارضه ظاهر مطلقا يعمل به، وإن عارضه ظاهر غير غالب يعمل به، وإن عارضه ظاهر غالب لا يعمل به. تقسيم طيب، كما يقال الأصل في العقود الصحة، ده احفظوا الكلام ده لأن ده هيفيدكم، الأصل في العقود الصحة، يعني القاعدة المستمرة في العقود أنها تكون صحيحة، إلا أن يكون ظاهر التعامل بالفساد مع غلبة في ذلك الموضع، إلا بقى إن كان الناس جاهلة كعصرنا
زي عصرنا بالظبط. هي الناس عارفة يعني أركان البيع ولا شروط البيع ولا ما يباع ولا لا يباع. ده الأصل أن البيوع كما ترون يعني إيه مع أناس جاهلوا أحكام الشريعة. فيبقى أقول له الأصل في العقود الصحة إلا إذا كان في محلة انتشر فيها الجهل بالعقود الصحيحة. فلما يجي واحد ومع واحد تاني ويختلف في العقد هقول له ايه؟ هقول له في هذه الحالة لا يعمل بالاستصحاب. ليه؟ لأننا بعمل بالاستصحاب ما لم يعارضه ظاهر غالب. طب لو عارضه ظاهر غالب يبقى لا أعمل به. فلما يجي اثنين ويختلف في ماهية عقد وهذا يقول بأن هذا الركن قد وجد وهذا يقول بأن هذا الركن غير موجود، هقول إيه؟ أقول له لا والله إحنا هنقول لك إن في الحالة اللي زي ديت العقد لم يجري على الصحة، وإنما العقد عقد باطل حينئذ. بيقول لك ظاهر غالب، يبقى ما لم يعارضه ظاهر غالب، بس هي مش هتيجي لأنه هنا في صورة العقود هيتفق الظهور مع الاستصحاب. لأن الاستصحاب بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأصل عدم وجود ذلك الركن، صح؟ ويجي الظاهر الغالب بيقول لي إيه؟ بيقول لي ده الناس دي جاهلة مش عارفين يعني إيه عقد. فهنا يكون الظهور مع الاستصحاب متعانقان. لكن إحنا لا، ده إحنا بنقول له لا، الاستصحاب لو تعارض مع الظهور، بل حضرتك مع الظاهر الغالب، لا لا نعمل بالظاهر الغالب وهنعمل به، بل نعمل بالاستصحاب وهنعمل بالظاهر الغالب. لكن في قضية العقود لا، قضية العقد في هذه الصورة اتفق فيه الاستصحاب مع الظاهر الغالب، لأن الظاهر الغالب بيقول لي إنه هم جهلة بالعقود، صح؟ يبقى لن يتم العقد معهم على الصحة لأنهم جهل بالعقود، والجاهل بالشيء لا يستطيع أن ينشئ شيئا على الصحة. ويجي الاستصحاب يقول لي يقول لي الأصل عدم الركن اللي هم اختلفوا عليه. يبقى هنا اتفق الاستصحاب مع الظاهر الغالب، لكن ده احنا بنقول أنه إذا كان هناك ظاهر غالب لا أعمل في هذا بالاستصحاب. هقول لكم مثال أفضل من هذا. عندي مثلا إناء ماء، جميل، إناء الماء ده وجدت بجواره كلبا، والكلب يعني وجدت يتقاطر من فمه ماء سليم، وذهبت إلى الإناء فوجدت الإناء يضطرب، لكن أنا ما رأيت الكلب هو يشرب. الأصل في الماء إيه؟ طهارة، صح كده؟ صح. طيب والظاهر هنا بيقول لي إيه؟ الغالب ده شرب الكلب من الماء، يبقى الظاهر الغالب ده دائما ده الكلب هنا ده يعني هذا هو الظاهر والغالب من حال هذا الكلب إنه هو شرب من الماء. هقول بقى الأصل في الماء الطهارة ولا هقول لا أعمل بهذا الأصل وهو الاستصحاب الطهارة وهعمل
بنجاسة الماء نظرا إلى اعتمادي على إن الكلب ولغ فيه، صح كده؟ يبقى أقول لا، ما لم يعارضه ظاهر غالب. يبقى لو ما كانش في هناك ظاهر غالب كنت قلت الأصل في الماء الطهارة، لكن هنا وجدت ظاهرا غالبا. ده مثال يعني بفكر فيه. وجدت الكلب، الماء ترشش من الإناء، رقم اتنين الكلب بقه فمه يخطر منه الماء، ويعني يجيب منين المية؟ فغلب على ظني ان الكلب شرب من الإناء اعتمادا على هذه القرائن الظاهرة الغالبة. وقيل ظاهر غالب، وقيل ذو سبب، يعني ظاهر ذو سبب، يشترط ألا يعارضه ظاهر ذو سبب، لأنه لو عارضه ظاهر ذو سبب يترك الاستصحاب ويعمل بالظاهر ذو السبب. الله. قال: ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، كأن أجمع على حكم في حال واختلف في هذا الحكم في حال آخر. يلا نضرب مثال. مثاله خلافا لجماعة، ده بس من ضمن الكتاب، خلافا لجماعة من العلماء. بيقول لك: منهم المزني والصيرفي وابن سراج والأمين وابن خيران من الشافعية إلى آخره. المهم هو خلافا لجماعة وخلاص. مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا. الخارج النجس زي ايه؟ الرعاف يا اولاد. الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف. في بعض الناس في مثل هذه الايام بسبب ارتفاع درجات الحراره، والحمد لله احنا ربنا كرمنا في هذه الايام ما فيش درجات حراره مرتفعه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتم الامر هكذا على خير. فعند ارتفاع درجات الحراره يحصل ان الضغط عند بعض الناس يرتفع، ثم بعد ذلك المناخير ينزل منها الدم. يبقى ده اسمه ايه؟ ده خارج نجس، لان الدم نجس، من غير السبيلين. طيب ماله ده بقى؟ ده غير ناقض للوضوء عندنا، غير ناقض للوضوء عند الشافعية. ماشي. استصحابا لما قبل الخروج، قال هو قبل خروج الدم الوضوء كان موجود ولا كان مفقود؟ كان موجود، فاستصحبنا الوضوء الذي كان موجودا قبل خروج الدم من الأنف إلى ما بعد خروج الدم من الأنف. لكن هو يا مولانا قبل ما يخرج الدم من الأنف كان الوضوء موجود بالإجماع، دي الحالة الأولى. طب بعد خروج الدم حصل الخلاف، بس احنا شافعية بنقول بأن الوضوء الذي كان موجودا قبل خروج الدم استصحبناه كذلك بعد خروج الدم. قال: استصحابا لما قبل الخروج من بقائه، أي الوضوء المجمع عليه. طب ما هو الوضوء قبل خروج الدم كان مجمعا عليه، فكذلك يكون الوضوء موجود بعد خروج الدم، لأنه لا يصلح هذا لكونه نقضا. يبقى احنا استصحبنا الوضوء الذي كان قبل خروج الدم من الأنف إلى ما بعد خروجه من الأنف، طيب، لأنه لم يوجد ما يصلح للتغيير، فالاستصحاب
بس هنا بقى الكلام الذي قلنا به دون الحنفية، أدي رقم واحد. فالاستصحاب يعني إذا أردت أن تعرف الخلاف الذي بيننا وبين غيرنا فنقول لك الاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفية. وينصرف الاسم إليه، يبقى خلي بالك دون الحنفية وينصرف الاسم إليه، ده عبارة عن جملة إيه؟ جملة اعتراضية. اعتراضية وقع ما بين إيه؟ ما بين المعرف والمعرف. الاستصحاب ده معرف، وما يأتي بعد ذلك ده معرف. وما بينهما من قوله الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه، دي جملة اعتراضية. جملة يا مشايخ، جملة اعتراضية، عايز يقول بها حاجتين. إن هذا المعنى الذي سأذكره لكم وقع الخلاف فيه بيننا وبين الحنفية، ده رقم واحد. رقم اثنين، أن هذا المعنى الذي سأذكره لكم هو الذي ينصرف إليه الاسم عند إطلاقه. يعني إيه؟ يعني عندما أقول استصحاب هنفهم إيه؟ نفهم المعنى ده. ولما نفهم المعنى ده يبقى هو ده المعنى اللي فيه الخلاف بيننا وبين الحنفية. فشوف بقى هما بقى بيتقنوا فيه الصياغة. ثبوت أمر، وهنا في بقى أعتقد أنها زائدة يا مولانا. فالاستصحاب بثبوت، لا، الاستصحاب الذي قلنا به وينطلق الاسم إليه هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصلح للتغيير بعد البحث التام. يبقى هو ده التعريف، ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء، بسبب انتفاء ما، يعني ما بمعنى شيء يصلح للتغيير بعد البحث التام. يبقى هو ده ثبوت أمر في الزمان الثاني. طب ما عندكم أهو، مش الوضوء ثبت في الزمان الثاني وهو زمان نزول الدم من الأنف؟ بسبب أنه ثبت في الزمان الأول، لأن احنا خدنا معانا من الزمن الأول للزمن الثاني. لانتفاء، لأن ليس هناك ما يدل على أن الوضوء، يعني ليس هناك دليل يدل على أن الوضوء قد ارتفع بعدما بحثنا بحثا تاما في الأدلة التي تتكلم عن نواقض الوضوء. يبقى المثال هو خير دليل. فيترتب على ذلك من الأحكام أنه لا زكاة عندنا، أي معاشر الشافعية، فيما حال عليه الحول، مر عليه 12 شهر هلالي كامل من 20 دينارا ناقصة، مش 20 دينار، لا 20 دينار ناقصة، يعني هي كام يا مولانا؟ 84 جرام. بس ال 84 جرام دول يباعوا بقيمة 100 جرام. قال لا، ما هي ثبتت عندنا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هي كانت قبل لا زكاة فيها، وبعدما راجت رواج الكاملة
كذلك لا زكاة فيها. يعني خلي بالك اللي حصل ان هم 84 مثلا، ولا النصاب كان 85، والثمانين دول مش نصاب. بس خلي بالك يا مولانا ان الثمانين دول اللي معايا نظرا لي يعني الذهب، ذهب قديم ممكن يشتروا 100 جرام من الذهب الجديد. اقول له لا زكاة فيه حتى وان كان قيمتها، وتستطيع ان تشتري 100 جرام من الجديدة. ليه؟ قال له أنه عندي القاعدة ثابته. هو قبل ما تروج رواج النقد أيام ما كانت جديدة كان فيها الزكاة؟ لا. فلما قدمت وصارت قيمتها قيمة أم خمسة أم 100 جرام لا زكاة فيها كذلك. خلاص، يبقى ده إيه؟ ده استصحاب. قبل ما تروج رواجل كاملة ما كانش فيها زكاة، وبعد ما رجت رواجل كاملة برضك ما فيهاش زكاة. يعني ايه تروج رواجل كاملة؟ يعني يا مولانا انها يشتري بيها اللي بيشتريه ب100 جرام. واما عكسه، خلصنا منها الحمد لله. واما عكسه اللي هو ايه بقى عكسه؟ احنا بنقول ثبوت امر في الزمان الثاني بسبب كونه ثابتا في الزمان الاول لعدم وجود ما يصلح للتغيير. واما عكسه اللي هو ايه؟ ثبوت امر في الزمان الاول لثبوته في الزمان الثاني اللي هو الاستصحاب المعكوس. احنا اثبتنا امر في الزمان الاول ليكون ثبت في الزمان الثاني، لكن الاستصحاب اللي احنا اتكلمنا عنه الذي ينصرف اليه الاسم، لا، ده اثبات امر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول. لكن المعكوس بالشقلوب زي ما يقولوا المصريين بالعكس، هو انه قد ثبت في الزمان الثاني فاثبتناه في الزمان الاول. ليه؟ لانه ما دام ثابت ثانيا يبقى كان قبل ذلك ثابتا، فنثبته ايضا في الاول. واما عكسه وهو ثبوت الامر في الاول يعني في الزمان الاول لثبوته في الثاني فاستصحاب مقلوب. مقلوب باعتبار ايه؟ باعتبار الاستصحاب الداري اللي هو ان الثاني يثبت من اجل ثبوته في الاول، مش الأول يثبت من أجل ثبوته في الثاني. ده نوعين. قال طب المثال إيه؟ قالوا المكاييل التي بين أيدينا الآن، هل نقول هي المكاييل الشرعية لكونها ثبتت فيه عندنا فتبقى هي كأن هي التي ثبتت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثبت أنها هي المكاييل الشرعية لأنها الآن بين أيدينا مكاييل شرعية. ولذلك بيقول لك أهو، كان يقال في المكيال الموجود الآن أي في هذا الزمان مثلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي عرفك أن المكيال ده هو اللي كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال باستصحاب الحال للماضي، إن أنا هقول الموجود الآن هو اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الموجود الآن أنه هو المكيال الشرعي ثبت في هذا الزمان، فهو ثابت كذلك في الزمان الذي قبل هذا الزمان لكونه لم يصلح ما يعني لم يوجد مصلح للتغيير. طيب، وطريق الاستدلال كما يقول بعض العلماء أن ثبوته الآن علامة على ثبوته في الماضي. ما هو مدام ثابت دلوقتي وكونه مكيال ويتعامل به الناس ويبيعون ويشترون فيه، يبقى هو كان المكيال اللي موجود قبل كده،
وجوده الآن علامة على وجوده سابقا، إذ لو لم يكن ثابتا الآن لما كان ثابتا قبل ذلك. لا، إذ لو لم يكن ثابتا في الأول لما ثبت الآن. لو ما كانش موجود الأول ما كانش وجد هذا. قال: وقد يقال فيه، أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به. يعني بص طريق بقى الاستدلال، يعني كيف نستدل على هذا الاستصحاب؟ هنقول إيه؟ نقول: لو لم يكن الثابت اليوم، يعني المكيال الذي بين أيدينا وهو مكيال شرعي، لو لم يكن ثابتا الآن لما كان ثابتا أمس. لو ما كانش هو ده ثابت دلوقتي ما كانش اللي قبل كده ثابت. لو لم يكن ثابتا اليوم، لو لم يكن الثابت اليوم، لو ما كانش الثابت اليوم هو الثابت أمس لما كان ثابتا. لو لم يكن، يعني لو ما كانش التليفون موجود النهاردة يبقى ما كانش موجود امبارح، وجوده النهاردة علامة على أنه كان امبارح موجود. قال: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت، مع أننا قلنا بأنه ثابت قدرنا فيه الثبوت، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدم الثبوت، فيقضي استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت. لو قلنا إن إحنا ما استصحبناش بتاع النهاردة لامبارح يبقى ما كانش امبارح موجود، ولو ما كانش امبارح موجود يبقى النهاردة مش موجود. وليس كذلك، لأنه هو إحنا فرضنا إنه هو ثابت، فدل على أنه ثابت أمس، فدل على أنه ثابت أمس أيضا. قال السبكي، تقي السبكي: ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة، اللي هو الاستصحاب المقلوب، يعني لم يفرع عليه إلا في فرع واحد فقط. طب إيه صورتها؟ قال: في من اشترى شيئا، يعني أنت اشتريت مثلا محمول وبصيت بعد ما اشتريت محمول ده لقيت أخونا خيري بيقول لا، ده المحمول ده بتاعي، وأخذه منه بحجة مطلقة، خدوا مني بحجة غير مؤرخة، قال لي بص الورقة اهي، الجهاز رقم كذا، ملك خير النظام. طب انت اشتريته انت يا شيخ خيري؟ قال لي اهي حجة، اهي ما معايا حجة بس مش مؤرخة. مطلقة يعني ايه يا اولاد؟ يعني ليست مؤرخة، بخلاف لو كانت بحجة مؤرخة بنشوف هو اشترى امتى والتاني اشترى امتى وبنقدر الحد. فقالوا: يثبت له الرجوع على البائع، اللي هو مين؟ اللي هو انا، وانا المشتري، عشان اشتريته وجاء اخونا خيري خده مني. فقالوا: يثبت له، اي للمشتري اللي هو سيد شلتوت، الرجوع على البائع، البائع اللي هو اخونا خيري الانام. ما انا اشتريته من خيري الانام تليفون، وجه خير النظام قال لي بص اهو معايا اهو حجه غير مؤرخه غير مقيده بزمن بتقول ان التليفون بتاعي، فخدوا مني. فاعمل انا ايه بقى؟ ده انا دافع لخير الانام 1000 رنجت، و1000 رنجت يعني ب4000 جنيه او ب3.5 دلوقتي، يعني يشتروا خروف نذبحه في الرواق الجوي. فهعمل ايه؟ هرجع على خير الانام بثمن ما اشتريت به.
يثبت له أي للمشتري الرجوع على البائع، وهو استصحاب للحال في الماضي. ليه ده؟ مين بقى في الاستصحاب للحال في الماضي يا مولانا؟ اللي هو الحجة بتاعة أخونا خيري أثبتت له ملكا الآن بسبب هذه الحجة ثابتة الآن، فتدل على أن الملك كان ثابتا أمس، وهو استصحاب للحال اللي هو الآن في الماضي. فإن البينة اللي هي الحجة المطلقة لا تثبت الملك، يعني الورقة اللي جابها لي خير النظام ما أثبتتش الملك الآن لما خد مني التليفون، ده هي عبارة عن علامة على إن الملك كان ثابت قبلها. الحجة دي ما بتلشئش، جبت 2 شهود يشهدوا على إني المال ده مالي، هل دوت معناه إن هذا المال دخل في حيزي عند شهادتهم؟ لا، ده شهادتهم عبارة عن إخبار بإثبات الملك قبل ذلك أو بثبوته، يعني مش بإثبات. فإن البينة لا تثبت الملك، ما بتنشئش الملك يا أولاد، البينة مش مثلها مثل بعتك واشتريت مع بقية الأركان والشروط، ده عبارة عن مظهرة للملك، يعني هو الملك موجود ولكن عليه تراب مش ظاهر، فتأتي البينة تمسح التراب فيظهر الملك. وهم سهلة والله، ولكنها تظهره، وما دام هي بتظهر يبقى هو كان موجود قبلها، فيجب كون الملك سابقا على إقامتها. يعني ملك خير النظام لهذا التليفون سابق على إخراج تلك الورقة أمام القاضي، موجود قبل كده، ويقدر له، يعني قبل ما أخونا خير يطلع الورقة بتاعته هيقدر قبل هذه الورقة وجود لحظة لطيفة دخل الملك فيها في ذمته، ويقدر له لحظة لطيفة. ومن المحتمل، خلاص خلصنا كده من المثال، فهمنا فيش أسهل من كده، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي. المشتري اللي هو أنا والمدعي اللي هو خير النظام، قال ده محتمل إن الملك يكون انتقل مني أنا إلى أخونا خير، بس هم ما عملوش بهذا الاحتمال، إنما عملوا بهذا الاستصحاب المقلوب، وهو إن الورقة اللي أخرجها خير النظام قبلها فرضنا وجود الملك حتى تكون هذه الورقة مخبرة عن وجود الملك قبلها، لأن الورقة دي مخبرة والمخبر لابد أن يكون له واقع قبل أن نخرج الإخبار عنه، لكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال من المشتري، يعني ما انتقلتش مني لخير النظام، ما انتقلش التليفون ده مني لخير النظام، واخد بالك؟ لا، ده اللي حصل اني خير النظام بالورقة اللي معاه وجد الملك قبلها، فكانت هذه الورقة معبرة عن الملك السابق، فاستصحبنا هذه الورقة فيما قبل ذلك، يبقى استصحبنا الحاله في الماضي، يبقى دلت وجود هذه الورقة على وجودها قبلها، وهو ده الاستصحاب. طيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا جميعا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وآمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.